مرحبا، يعطيكم العافية. السلام للجميع. ايه وينك؟ ادم؟ ادم جوا البوكس يا جماعة، بدنا نعمل انبوكسنج لادم. وينك يا ادم؟ ايه؟ هي ادم. اليوم شو عندنا؟ ثلاث بوكسات. ثلاثة كبار طلعوا، هذا أصغر واحد. وهذا. نبدأ بأي واحد؟ هذا. نبدأ بهذا، يلا، افتح لنا إياه نشوف. هذا شكله جاي من تشاينا. هذا مش امازون. خلينا نشوف شو هو. خلاص اوكي، نفتح هون. اوكي، لا هاي شريناها من امازون بس اجت من تشاينا. شوفوا هاي يا جماعة، هاي شغلة الكل بيحكي عنها انها كويسة عشان تحطوا ترتبوا الشوك كل زي هيك، تحطوا الشوك هيك فما بأخذ مساحة، يعني هون الشوك، هون المعالق، هون مثلا السكاكين، وبتكون very simple. وهون يمكن المعالق الكبيرة زي هيك بتكون زي ما شايفين. فهاي الكل بيحكي عنها انها شغلة كويسة كتير، بتسهل المكان، بتسهل المساحة. اتوقع انها يعني سهلة جدا. هاي كنا 16 دولار بس I think it's a good product. طيب نفتح اللي بعده. نفتح هيك ولا كيف؟ اه لازم هيك صح؟ هذا اعتقد شريناه من كوسكو. افتح يلا انت. بسم الله. واو، طبعا كله هذا. طيب شو فيه؟ اول اشي اثنين بوكسات ريس. اثنين بوكس ريس، هاي واحد، هاي الثاني. بعدين في اثنين بوكسات شيزت. صار هذا شو؟ ما هذا. هذا بزاك كتير، أنا جربته. هذا أكيد حيحبه، أنا متأكد، لأنه فيه تشيز وكراكرز وهيك زاك كتير. فهذا لآدم عشان يأخذه على السكول. تمام. تشيزت. اثنين بوكسات ريد لوبستر. ريد لوبستر هذا. هذا زي خبز بيسووه في الريد لوبستر، زاكي ماما بتسوي لنا إياه دائما، بيطلع هيك باتر بريد. أوكي، هذول كلهم حينزلوا تحت يعني. وآخر إشي. في مش شسنس، ونات. هذا ونات، هذا كويس للدماغ لانه ادم لازم يصير ذكي. طيب هذول حينزلوا شوي شوي تحت، فهلا راح نرجعهم. و اوكي دوكي، نشيل هذا البوكس من هون. هلا اخر بوكس، هذا البوكس زي ما انتم شايفينه طويل. انا عارف شو هو، احذر شو هذا. ماله مو كثير هبي، مش هبي. شو تتوقع؟ فاكيوم كمان. يا حين عليك، كيف عارف؟ طيب هذا عبارة عن هذا الفاكوم اللي هو ستيك فاكوم كلينرز. هذا ال نفتح لكم اياه. هذا فاكوم بدون، نعمل ريفيو عنه، اشتريناه عشان نورجيكم اياه. و هاي زي ما انتم شايفينه، هذا وايرلس، بدون وايرز. فهذا يعني هذا هو فاكوم كلينر. هاي الشغلات اللي شريناها اليوم، حبينا نورجيكم اياها عشان تطلعوا عليها وتنبسطوا معنا، وان شاء الله نراكم في ايش الحلقات الثانيه.
شو لازم يسووا؟ اعملوا لايك كومنت وسبسكرايب عشان تشوفوا الحلقات الثانية والبريفيو عشان هدول الفيلر. باي باي. طبعا هاي نتيجة هدول ادم بده يسوي. يلا ورجينا ايش بدك تسوي. ايوه هدول هدول اللي بيطلعوا مع الشحن اللي بعدهم. اسمع دبل 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 دبل. واو خلاص أبي. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.